شعاره المحبة غيته وغلا وتادم في حياتك نسمة بحلى عبارة في حياتك نسمة بحلى عبارة. خلنا نطبق يلا. هلا والله. هلا كيف حالك؟ طيب بسرعة والله صابي. لا صحيح هذا طقطق ولا صحيح؟ اي صحيح. لا والله صحيح. صحيح انا نقاطي عالي، انا الجمهور دعمني مرتين و سعد الكلثم ناكبك. من سعد الكلثم؟ سعد الكلثم من قوتك الثانية ناكب. ايش دخل يا بسعد؟ انا سعد نكبته على نفسه. بس من قال لك انت يا اخي قومه شله اسحبه مثل ذيك المرة يوم تسحبه في الخيمة يا اخي. كله من كل مكان قومه الفجر، قومه يصلي الظهر، قومه كل مكان. سعد يطلع نمنيه هو يطلع لحاله، وانا ايش ذنبي؟ انا مالي ذنب. انت اللي طالع، انت اللي طالع. سعد الكلثم بيكون معك في القوة الثانية في البرايم. الله يعينك. سعد لا عنده لا ثقافة ولا عنده لا علم، وبينكبك وبيجاوب غلط. ما الله. طب عادي يطلع البرايم. عادي يطلع بالبرايم الحالي ما بيساعد سعد. لا لازم يطلع معك سعد. وسعد بيجاوب 4 إجابات إجبارية. قسم بالله خفت، حسبي الله عليك. قسم بالله يا نعم. أنت من منين؟ أشوف الحمد لله. الحمد لله. أنيات هذا بالله يا ولد. الحمد لله. زي كذا والله يجي يخمك، فهمت؟ إذا ما أبي أقول لا عاد ما أبي إبراهيم. لا تكذب بالله. استنى لا وين يكرشك بالله. استنى أنا اللي والله أحس إني بطلع نمونه. أنا والله استغفر الله، ولا مسابقة جاوبت فيها وش ذا أسئلة تجيني. إي أنا مرة جاوبت ومرة أخطيت. يعني أنا قاعد بالمسابقات هذه قاعد أتخيل إن صحيح، يعني الشعور هذا إني بصير إبراهيم صحيح ولا يجيك ذا الشعور. طيب إيش رأيك أحسك بشعور إبراهيم؟ يلا قد بعطيك معلومة. يلا اليوم وشو؟ اليوم الاثنين. إيه وشو وافق التاريخ؟ كم التاريخ اليوم؟ يوافق 27 فبراير. حلو 27 فبراير. في حدث مميز صار مثل هذا اليوم، وشو؟ اني انا صرت قوتك الثانية. كمل مالك من احد. كمل. هنا. طيب الحدث المميز وشو؟ 27 فبراير. حلو. اليوم مثل هذا اليوم بدأوا أول عمل جسر الملك فهد اللي يربط السعودية والبحرين. عام 1982. حلو. يا اهلا. كنك عارف ان عصافير بطني تزقزق. الحين العشاء اهم من معلومتي. اصبر ايه لانك القوة الثانية. انا ماخذ المعلومات من قبل. ماخذ المعلومة من قبل. وريد. اسلم 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 اسلم. لا الله لا. والله بكرة برقد كله. اسحب بسرعة اسحب. بكرة ابرقد كله. خليه يخصم 70-30. والله ما والله مشكلتك. شوف بكرة. ترقد كله. بكرة عندنا فقرة ذي والشي. ابرقد. استغفر الله بصلي. انا مسافر يحق لي اسحب على طيحتني. طيب راح اتوكل الله. بس 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 دفه زين من الحين بروح ارقد. بغيب عن البث 4 ساعات. يا علي يا علي والله انك الله يسعدك ويبيض وجهك. عصافير بطني دايما تحس انك وجه متى ما ازقزق يقول وين ابو علي. وش يصير بطنك؟ طيح قسم بالله انك كسرت رجلي. ها؟ يا سلام منصور. خلك تستاهل. عليكم ورحمة الله وبركاته. وش نطحت؟ ايه وش نطحت؟ ها؟ يا صديقي. ها؟ انت افكر. زلطة يا ركبتي. السلام عليكم. احمد. يبونك ضروري. من هم؟ احمد. لا حول ولا قوة إلا بالله. يلا يا زاحف. يلا يا زاحف. زاحف سوي فيها. عطني بالله. الخبز بالله. قول وحليلة. مصطفى. مصطفى. مصر. ما في خبز. اي والله روح هذا منصور. نبي خبز خبز. منصور خبز خبز يا كابتن. أحمد ليش يبون منصور الإعداد؟ والله هذا ما أدري مرقوب. جايب له. سوي جاي حافظ. اسمع لي. الله سترك. شكرا شكرا يا استاذ فيصل. اليوم شاي جمر. اقرب اقرب يا ابو هادي. والله وش حيهم الله حيهم الله حيهم. اخراج واعداد. طبعا هاي تغيير الوجبه اليوم بمساهمه بعض الناس طلبوا التغيير. المنسق العام. بس حنا حبينا الفجر. خبز عطنا خبز حركات. اوه يا ركبة. سامي ابو خالد. اليوم خالد هادي ما فيه. لا ما تبيني ولا كنت. ارحب ارحب يا ابو حمود. والله ما
اقرب اقرب. لا أكبر. يا رب إن معنا منظم. هو كذا يغني. المهم نعتمد الأوكي ولا نعمة. لا يكتب قصايد ولا يصلي. سعد. يا غالي. نعتمد الأوكي. قسمه هو له الشرف أصلاً. شو يا شباب؟ صدق عندك فقرة. حاجة مسخركم فقرة. تبي عبارة عن ايش فقرتكم؟ راح العب مع ابو علي بالصف. راح عبارة عن ايش فقرتكم؟ عبارة عن ايش فقرتكم؟ ماك دخل تجي تشوف وش لا 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 خلاص سوف نتركه. هل ندعوه للدهر؟ لا. عبارة عن ايش طيب؟ لم يحترمنا. نعم لم يحترمنا. الحوت كله كذا. هذه مهمة. الصف لم يحرمنا. يحرمنا. ما ابهاك. شوف على القلاصات عندك. قاعد ابدا كان قوة الثانية. سموا سموا. في اثنين في السفرة دي ما سموا. سموا يا الربع. احنا حبينا نخليها مفاجأة. كيف تفاجأت؟ ها؟ عاش صالح. عاش أيام يا لب قلبك. وش لبس الزين؟ بتاعت 70 مترو بالغازي. في استهبال مقبول وفي استهبال في كف. يعني استهبال ما في كف. انا ماشي ما جاني كف. هل في بوكس وضرب مبرر؟ وليد هو عطاك 30. عطوا 30. يلا عطني 30. صب لي احلى اتحداك توت. عليك انت 70. 70 واجد. 30 عادي شوي. عطنا عشان هو يصير 70 زيه. انا قاطي واجد الحمد لله. الله يزودهن ان شاء الله. اتمنى ما ينقصن الاسبوع هذا. آمين. لان النقص لي علاقه مباشره. انا صدق جالس والله. انا دور زاد زاد وش اسمه ماني صابلة. لا لا نفسه نفسه وربط حزام. انا ما اسود اسود تعود من ابليس قبل ان تنام. ما قلت شيء. لا يرجع والله. بالخير كيف حالك الجميع؟ امسك لا تزعجني يلا. الله يحييهم. الله يحييك يا هلا. تعال هنا طباخنا. ترى المنظم طلب لا يجيبوا الرز فما جابوا رز. كفو. فاتوقع زي كذا يعني. احمد سعود؟ في اسمه. من الله وشفت جاي في طريقك وعجبك حتى عشاء حق اكله كله والله. يا اخي طيب خذ لك كيس لحالك تاكل عشاء. هذا كيسي انا ربط لك بيوجعك عيني. جيت بقعد هنا وقوم انها نبره ما قوم نبره الاسد اذا قال ابو علي. ابو علي لا 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 ما دني لا ما دني انت حالك حتى انا المنظم فراشة هذا ذاك لي وجالس محلي لكن ولا يد الا يد الله. خوف هذاني جايبه عادله جابوها يا ولا طائرات الا هم يجوا. ترى انت قاعد تختم على نفسك. لا ترى تضبط لك المكان وانت في ستوك. شباب اقول لكم شيء. دخلت غرفه من الغرف في المنتجع لقيت فيها خروف من اكبر منها. كم طال عمرك؟ اي والله يعني كبير. اي والله لا وانا زعم بروح اودي الضيف. شفت الخروف؟ ايه وين اروح اودي الضيف. اي والله يلا روح. نفس اللي يجينا يوم الجمعه. هذا الخبز عندهم خبز يا شباب. عندهم خبز علي وانا مالي رب. لا بالله شلون الدنيا
بسم الله الرحمن الرحيم. من اول ما دخلنا بعد راسي والله في ناس حسده لو ما غير بس سبت ضحكنا بسم الله عليك والله بس انت يا فوز انت قل بس اشكرم ما ادري ايش اسمه ذي حقتك خلاص ينفع الموضوع ايه خلاص اشكرم ما ادري ايش اسمه خلاص اشكرم كلار خلاص ما يشرب محمود ولا محسن محسن لا ما يشرب ما يشرب هذا هذا لك يا علي شكرا من يشرب هنا والله قال اني سعيد اليوم على الهواء عاد قل اقصد ان الكيس والله هي يجي قريبي اللي ده هايط به دكتور مرقرني ايش هذا حبيبي مرقعني شكله والله سعد ايش عندك علي كل واشبع تعال كل يعني فدوى حتى انت كل يا محمود قلبي صح تمام لا في دم صدقه ولا والله العظيم معناه يا سعد ما انا باكل انت تجي ها ها انا خليت الخبز وخليتك لا افتح قرب يا محسن قرب كذا كان سويته من اول قرب ليه تقول كذا طوينا كان قرب حركات هذه ما حد هابت حنا هذا انا اسمعك والله احب لكم والله ابغى يتجمدنا والله خشم اني ما شنبه ترى جيبان هناك جاء جيبان جاء سياف في الاعداد ياكل مفطح والله وين جيبان علمت هنا ياكل في عند الاعداد ياكل مفطح ما عليك لا تخاف الجوعان يجي والله يا ربع ما ياكل دجاج ايش اقول لك خربنا اليوم من لحم ما قدرت ياكل رز بس تبي خبز وش تبي بس تبي ياكل رز مصقع وش تبي مصرقع لا ما في الا سلامتك والله قاعد يجيك رمان بالبطه ما شاء الله يا ابن الحلال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين سواء يخصمون علي قلت لهم والخروف لكم والدقاق والإيدم لنا الحمد لله نعم نعم حقنا ولا حصلن بناك نقينا حركات هناك منصور يا والله حقها الحين ما قاعد نجيب اليوم من الصبح ما بيجي مع البديع بك يا قلم قلم يا مسلمين يا لا بقولك شيء بس بلاغ انا عندك اثنين يمين تهاوشون تفقيع وجه والدعوه ما قوه ثانيه متفاهم عتب حبائب اللي بعده يا رجل الدعوه قال برومانسيه اليوم شو السالفه بعدك كل جعل ما اكل غير خلاص هذيك قلت طيب كل جعل بالعقل والله يا علي اني ما جيت الا عشان اشارك والله يا علي يا علي اني جيت ما الا الله يوفقكم يا اخي الله جاي تسوى بطل الدور هذا ها منو خلوه زين اللي ابي بس اهم شيء ياكل نقنق يعني خطير شوف هذا اللي يشبه طالع واحد وش هذا يلا تجا مش هذا الاحمر ذا اللي راح صادق انت هذا ارباع قصيم ملك ما شاء الله قصيم يا نعم هذا من الروضه هذا من عنيزه من المبريده كلهم من القصيم هذه من علي الكمكمي اليك ها آه. تراني احب الشيء هذا لا تخربه
تكرهني فيها والله. والله في ناس انا بالنسبه لي بدين ينشدونه وبدي صراحه تطيح من ذا حتى انا مشكلة بس ما اسمح لهم محمود النص خلص لي عندك يا اخي خلاص ما احب اسمع لهم تعرف ايش مشكله كثر ما يخلونا عيدها خلاص بدل ما خلاص لا 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 مو بهذا والله ودي عيد على لونها اليوم اطلب من محمود شو مسوي فيك الهم عييت في المطبخ عييت اي ما قلت والله سله خلي الناس لا والله نبغى كل وقت هي اللي تنظف نسبي بس اقول لك تنظف نسبي ايش رايكم باللي قلناها انا وعبد الله خاص من الجوال تدري اه حلوه صدفه اعطاني قال لي بقرا هذه وانت لحن والله ما ادري كيف يطلع معي بغيت اشطح في البدايه بس مسكت على لحن على طول ثبت عليه لا والله حلو والله الله يسعدك وياك كيف شفت الوضع يعني اكيد حلو ليش لا انت ما تقول شوف في ناس اصواتهم حلوه زين في ناس اصواتهم حلوه حلو والله اكيد كمل كمل اشكرك يا سعودي يا علي انا بعدك يا سعودي ما تعرف يهبل والله حلو يا اخي مين اللي طلب الفيديو تفضل يا علي بيعطيك معلومه يمكن ما تعرفها حلو ولا قصور الشباب كلهم اصواتهم حلوه حلو زين كل واحد يتميز بشيء يا اخي الرجال الماثل جنبي هذا صوت حلو وفاهم بالهندسه يعني ما مدري شلون يعني عمل ما شاء الله انت تخطي جنبه يعدلك هو ولد ينظف مسمع لا هو عنده وقفات ترى متميز فيها لا لا, لا عنده يا اخي فاهم احسه فاهم الصوت ما ادري ايش ينظف مسمع ترى دارس مقامات يا صالح رجال دارس مقامات احمد صدق هذا انا اقول ينظف ايش تبغى قول لي يمينك صح يكنس يكنس بدينا ترويض سمعي تلوين تسمعني الحين تنظيف السمعي تفضل والله احرجتوني يا جماعه والله يا جماعه الخير والله احبكم يا اخي على فكره اقول يعني قدامكم وراك يعني تواسوني وانتم بخير شوف يعني مره ما طلبت ويتوب استرجع شوف مره ما طلبت ود وينكم ترى هذا يخوف مره تذكر يوم اطلب ويتوب كيف طالع فيني ها تذكر يوم اطلب ويتوب ان كنتوا معاه اي والله اهدف لشيء وبعدين اعلمك وش هو بس لا فد واحد الباب صار كفو والله لا مره هي انا ابغى وليد يطيح مع محمد ها ابغى وليد يطيح مع محمد الله اكبر انا مخصم عليك ذا الحين يا سر ما في لمس بيجي سكر وليد بيجي سكر والله ما يمر يوم الا صلاه فوته صاحي انا استغفر الله اليوم طيب يلا ها اليوم انا اتكلم عليه راح ما شاء الله اليوم ترى ما لحقت الا اخر ركعه انت مع انك اول واحد قمت ما له دخل اول واحد اني لحقت الصلاه ولا لا لحقت الصلاه ولا لا انا بفتح الاجر انا بتاخذ الاجر الله يجزاك خير اللهم اي والله اللهم قوي ايمانا يا رب العالمين انت كبير دي بالثلاجه مريم والله اذا جبني فيك طول بالك والله هذا اللي عجبني فيك والله انه وليد بيجي سكر يا ود اذن اذن يا مصحي صلاة المغرب يقول يا ود اذن اي والله اذن ترى الحين بيخلصون قال وليد تو تاكل طيب طيب وانا اروح قام جلس واروح اصلي وجهي والقاه راقد اختيوه تو صلاة فضتو قلت والله ضدنا قال ابشر ابشر بلا عوض بلا عوض اسمع اسمع مع انه مع العلم انه الظهر نفس الطريقه والعصر نفس الطريقه قلت نايم والله ما ادري قلت ابشر بلا عوض ابشر بلا عوض قلت والله قال لي قلت هالدور هالحين قب عقب المغرب قلت هالدور هالحين قب قال ازهل ويقو وانا اروح احضر في الدور وانا انسى اليوم جت قربت خلاص وانا اسوي كذا كيف اذا موفي واطلع على الدور والقراق لا والله صالح اهون شوي هذا قال ذا ما قال ابشر ذا هذا راق هذا صريح اللي كان معي احمد البحريني ما شاء الله يا معاذ اي والله خصمتنا اول واحد مسجد يخصمون هذا قال وجهك خير لكن ايش قد عوضت السرور ذا ايش قد عوضت السرور لو ما عاون عمره بعمره والله عوض من اسمع عوض طابل عوض من كل اسبوع قومي
يجدد العهد. سالف اسبوع. اكبر عوض اكبر عوض ان قوته الثاني. الله يسلمك اكثر من كذا. خلاص بس ليش؟ يلا رد علي. ليش عبس وجهك؟ قال تكسر الطاوله. تدري ليش؟ مين عبس وجهك؟ يا اخي ابغى غير ياخذ فرصه. والله ما انا كبال. اي شفت يبغى شبل ما ايش؟ ابغى غير ياخذ فرصه. انا كبال عند قوته ثلاث مرات. اسمي لحظه اسمي اللي قبل ما ياذن هو بالمسجد تاكي من يتكلم خوف الدنيا ما اروح لا اي بسم الله عليك كبير بسم الله تاكل خوف من الرياء سبحان الله الشيء الثاني الله يقوي معانا عناد خوف من الرياء سوق هذه بقى ارقد على الصراحه عشان صراحه قحطاني وجه السور قبل تجي ايه هو يطالع في سعد والله ما قلت ايش بيقول قبل مسابقه ذا جاء قال لا قال ذا قال ان شاء الله هاتي يقول ذا بخاطر لا تقول يلاحظون الشباب ان شاء الله ان شاء الله انت يوم تقول هاتري هو اللي قال هاتري هو اللي قال شفت انه يبغاني من اول لاني دليل انه اظن انه قال بجامل شفت وجه سرور يوم طلع ذا سرور كذا يطالع يرقم الوجه اللي جديد عليه قال كذا حتى من ذي لا قال ذا انغم والله انه ابتسم والله انه ابتسم ابتسم والله انه ابتسم وهذا الشيء شفته بفوت وراسه عدت طلعت ايش اللي دخل اللي يقول شر البريد ما يضحك ايش اللي دخل اي والله وش اللي دخل بعض العرب لا اسمع اسمع لا يضحك جي موقف شيء لا محمد عبد الله لا محمد وين انتظر كنترول ايش يقول يعني بلا غير واحد متسوى محمد محمد تبعك علي ما شفت كيف قبل عيال كلهم بس قلبهم بصالح لي جميع صالح لي جميع بحرين يسدد يحسبون على شكر غبنا والله يحسبون على الحين شكر حتى امتزعنا وصالحنا جابوا مقطع يوم سجد يحسبونه سجد فرق ما جابوا كامل استغفر الله